النهاردة هنعمل صابون جليسرين، هنعمل جليسرين اللي هو مالتن بور اللي احنا عاملينه قبل كده، هنسيحه ونعمله بالاشكال اللي انتوا شايفينها دي. وكمان الاول بس هنلون الصابون الجليسرين، جزء منه هنلونه باللون الابيض. انا هاخد كمية كده من الصابون الجليسرين، هقطعها مكعبات ورفيعة قوي، وهبتدي ان انا اسيحها على النار، وهوريكم ازاي هخلط دلوقتي اللون الابيض اللي انا هضيفه علشان اخلي ده الجزء ده ابيض. انا هنا سيحت شوية بزيادة لان انا محتاجة بعد كده هوريكم برضو تكنيك تاني هستخدم فيه برضو جزء من الصابون الابيض. طبعا انت ليكي مطلق الحريه في الالوان وكده، انا بوريكي بس التكنيك، بس انا اخترت اللون الابيض مع الجليتر علشان يليق على الصابون اللي انا عملته في الفيديو الاخير اللي هو فيديو صابون الضيوف، لما يتحط جنبه هيبقى كله على يعني كلهم لايقين على بعض. بنقلهم في حلة ستانلس ستيل، ما ينفعش بقى تستخدمي تيفال او تستخدمي حلة سيراميك، هي لازم تكون ستانلس ستيل عشان ما تتفاعلش مع الصابون. باخد كده يدوبك كده يعني التنتوفة كده زي ما انتوا شايفين من التيتانيوم وايت اللي هو اكسيد التيتانيوم، وانا بدوبهم في شويه جليسرين وبقلب كويس قوي عشان اتاكد ان هو ما فيهوش حبيبات، واضيف جزء منه كده فوق الصابون الجليسرين بتاعي المتقطع، وهنقل الصابون بتاعي على النار واضيف بقى بقيه الكميه شويه شويه مع التحريك. ما بشيلش ايدي من على التحريك خالص، ولما بحس ان انا محتاجة ان انا اتقل اللون سنة هزود شوية وافضل اقلب لحد لما يدوب. انا بفضل اقلب ومش بشيل ايدي علشان ما اديش فرصة لاكسيد التيتانيوم ان هو يترسب في يترسب تحت في قعر الحلة ويعمل زي سحب بيضة كده. فالحل ان انت تفضلي تقلبي في اتجاه واحد طول الوقت. وكمان نقطة تانية، لما تيجي تنزلي في القالب بيه لو هو فيه فقاقيع ما ترشيش كحول، لان الكحول برضو هيساعد لان اكسيد التيتانيوم يترسب في القالب. دي بس النقط المهمة اللي لازم تاخدي بالك منها. جوه القالب ده انا هنزل بطبقة كده صغيرة من يعني طبقة رفيعة مش تخينة من الصابون الجليسرين، وانا نقلت شوية في بيكر عشان اعرف اكبهم جوه القالب. هوريكم دلوقتي بعد لما اطلع القالب السمك، شايفين هو ده السمك اللي انا محتاجاه. وهنا انا بجيب قطاعه، القطاعه دي تقدروا تلاقوا قطاعات كده في المحلات بتاعه مستلزمات تصنيع الكيك وزواق الكيك والحاجات دي يعني. انا استخدمت هنا قطاعه ويلتون عشان لو في حد بره عايز يطلبها اونلاين. واقطع كده كام ورده، الكمية بقى اللي فاضلة اللي قدامكم دي من صابون الجليسرين بعد التقطيع، انا هدوبها في البيكر على طول في الميكروويف.
عشان عايزه اخد طبقه رفيعه قوي. هوريكم انا هعمل بيها ايه، عايزاه رفع ورقه السيجاره يعني. هنزل بقى في ال4 قوالب دول بطبقه رفيعه جدا يعني رفع ورقه السيجاره. انا محتاجاها تكون لينه جدا 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 يعني، تبقى يعني شايفين يا دوبك يعني يا دوبك مغطيه يعني يا دوبك الكميه اللي تملى الطبقه اللي تحت من القالب مش اكتر يعني، على قد ما تكون قليله على قد ما تقدروا. هبتدي بقى اطلعها من القالب وهتشوفوا دلوقتي يعني رفيعة جدا يعني ورقة تقريبا قليلة جدا. دلوقتي هحاول ان انا الف ابرومها كده، الفها برم كده شايفين، واخد اللي بعدها من نفس الحكاية وهكذا. دلوقتي هجيب مقص كده وهبتدي بقى ايه ان انا اقطع واحدة واحدة. الاول بصراحة قطعت كده رفيع كده بعدين ما عجبنيش، هتلاقوا في اللي بعد كده تخنت شوية بقى شكله احلى وهستغنى عن المتقطعين رفيع ده. ابتدي بقى ارص جوه القالب.
واسيح شوية صابون جليسرين، وانا بعد ما سيحته انا بضيف له جليتر. ولما ضفت له الجليتر لقيت لونه كده اصفر شوية. وهنا انا بضيف عطر دوف، برضو لقيته اصفر اكتر، فساعات العطر كمان بيصفر يعني شوية، بس مع الجليتر يعني لونه قلب شوية على ذهبي كده. الجليتر كان ابيض بس اول ما نزل في الصابون بقى لون مدهب كده شوية. انا استخدمت هنا من العطر 15 جرام. انا بحب العطور قوية زي ما انتم عارفين، بس انتم ممكن تستخدموا كمية اقل بكتير، يعني ممكن تستخدمي 10 جرام مفيش مشكلة يعني، او حتى اقل يعني. وابتدي انزل بقى فوقيهم واحدة واحدة كده. ده لون عطر الدوف اللي انا استخدمته، فانا فاضل مكعب هنا فاضي، فده عطر تاني راسبري لونه فاتح كده، فانا هضيف منه علشان عايزة اقارن اشوف اذا كانت العطر مأثر على لون الصابون ولا هو الجليتر. فدوبت شوية جليسرين وضفت عليهم 5 جرام من عطر الراسبري، برضو دي كمية كبيرة، انا بحب العطور قوية. انتوا تقدروا تستخدموا نص الكمية دي او ربعها حتى، مجراش حاجة. وابتدي انزل فوق الصابون، وبعد كده ايه هقارن الصابون لما ينشف اشوف ايه اني افتحه. برضو هنا حطيت عليه جليتر برضو. اضطريت ان انا ادخله ربع ساعة في الفريزر علشان ما كانش عايز يجمد ابدا يعني، عشان الجو ابتدى يحرر شوية. وده شكله زي ما انتم شايفين كده، طلع جميل جدا جدا، وحتى الجليتر المصفر طلع حلو قوي مع الابيض، مدي لمعة حلوة قوي. يمكن مش باين هنا من التصوير، بس لما هطلع اصوره بره في الجنينة هيبان اكتر. ودي الصابونة اللي بالراسبري، طلعت يعني افتح سنة بس مش فارقة قوي يعني، مش فارقة خالص يعني. يعني هنا الاتنين جنب بعض مش باين اي فرق، هي من الجنب كده يعني، من تحت هنا من الجنب كده هو اللي باين سنة درجة واحدة يعني. فلون العطر ما فرقش قوي، هو الجليتر اللي مديله الضي ده يعني. هنا بقى بالنهار من غير اضاءة تصوير ولا اي حاجة، باين بقى لونه الحقيقي جميل جدا يعني. وهنا طبعا ده متغلف يعني، انا مصوراه وهو متغلف ببلاستيك ستريتش.